السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيداتي أنساتي سادتي أعزائي وأحبتي. هذه بتقولوا لي اليوم لازم تسوون لايك وشير وسبسكرايب وكل شيء. بتقولوا لي خليل ليش بنبدأ سلسلة جديدة، عندنا سلسلة شغالة وأنت تكنسل السلسلة لسلسلة. أوكي أنا بخبركم شو المشكلة. المشكلة الفعلية القطارة هنية، المشكله الفعليه اذا انا بديت كملت سلسله هذه الاضافه اللي هي اندستريال ولا الصناعه لا اقدر اضيفها، لا استطيع ان اضيفها على منو، على السلسله القديمه. لازم ابدا خريطه جديده، وبعدين في وايد مودات اللعبه بدات توقف، وبسبه الابديت الاخير اصلا المودات معظمها مش شغاله الحين، حتى مال الترافيك هذا مش شغال بشكل فعلي. بس في هالسلسله شو بسوي؟ راح الغي معظم المودات، بستعمل اساسيات اللعبه لاحلى شكل المدينه ممكن اني انا اسويه بدون اللجوء الى مودات كبيره. يعني بستعمل شويه بس شغله واحده اللي هي حق الكهرباء، وبستعمل ماي على اساس ما نسوي مشاكل في الماي، نسوي المكان سياحي. وفي نفس الوقت راح استعمل اللي هي موف تول بريسيشن انجينيرنج، اروم اتحكم في بعض الامور كتحكم كترين كفراشي راح استعملها. بس اسيتس انهم اذا ما ابديت ادري ان هناك ما استوى لهم تحديث، فالسلسله القديمه ما تفتح، واذا فتحت بيكون في وايد مباني ناقصه، الخريطه شبه خربانه، يبغى لها تري اسبوعين لثلاثه لكل حد يحدث سمان اللي عنده. فعشان ما اطيح في هالمشكله هاي، اذا بضيف اي مباني بتكون في نهايه السلسله بنزل مجموعه الاسيتس اللي هم المباني وغيرها وببدا اضيفهم على اللعبه عشان نحدد شكلها. بس الحين في حال ان نزل اي شيء في المستقبل ما راح يكون عندنا المشكله اللي موجوده اصلا. خلينا نفتح شوارع لحظه، زين خلينا نفتح شوارع. تعرفون انتوا هالخريطه احنا بدينا فيها شوي خفيف، بس انا ببدا فيها الامور بشكل مختلف هالمره. فاللي راح اسويه الشارع هذا ما راح يتغير 90% ما راح يتغير، بس ابا اني ما اخرب على المينا حاليا. اوكي وادخل شوارع لاني ما اقدر ادخل هاي وي الحين، بس بدخل هاي بعدين بعدلها. لحظه خلنا احط هاي، طبعا ادوات الشوارع هاي بعدهم موجودات عندي. انزين نحن نبى اساسيات، نبى كهرباء. كم عندنا فلوس على فكره؟ ما لعبت فلوس البدايه، ما لعبت في السوالف، ما سويت اي شيء من هالسوالف. بنحطي الصناعيه عندنا، لازم اكون وايد استراتيجي. الصناعية بيعتمد مكانها على حسب الثروات، ترى ما بيعتمد مكانها على شغلات ثانية. انزين بحط البيوت هني، ولا امد اقدر امد جسر لين هني. بحط الصناعية هني في الوسط كبداية. خلنا نسوي مجموعة بيوت هني. لحظة، هذه مجموعة بيوت كم بيكلفني؟ 800. بمشي على التكلفة شوي انا اليوم. بداية السلسلة بحاول ما اخبص على اساس انه ما تصير عندي مشاكل في التكلفة الفعلية. انزين ومحتاج الشارع الاساسي مالي يكون ما يتغير على اساس انه يكون للمستقبل. هذا الشارع، هذا شارع لنا وللاجيال القادمة يعني مثل ما يقولون، لان بعدين اذا يتوسع الشارع هذا على التصميم القديم اللي شفتوه راح تستوي مشاكل 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 راح تستوي. انزين خلينا نحط لنا بيوت هني، بنحتاج كمية طيبة من البيوت مع شوية دكاكين عادي بقصة ما عندي مشكلة. انزين بنحط لهم لحظة كهرباء اللي راح تنشل هاي قريبا. انزين عندنا الاندر جراوند نزلته، وعندنا سولار باركنج، يعني انا ممكن استعين حتى هذا اذا اشل له. كم بيرجع لي؟ ما بيرجع لي فلوس برايا، كنت براويكم هذا بعد. انزين وبنبني بيوت هني، ونبني مضخة ماي. انا نزلت مضخة موت هذا، بس كم سعره؟ 2500. هاي وايد حلوة، براويكم ليش. خلنا نبنيها، ما اصلا بنحتاج ماي كبداية، ما غير مكانها بعدين ما عندنا مشكلة. بنحط لنا الصناعية هني. لحظة خلنا نحط صناعية اول شيء. كم صرفت فلوس انا؟ خلت تمشي اللعبة مو مشكلة. بنحط ماي هني، بيعيبكم محطة الماء. هاي المفروض اتذكر اني استعملتها زمان، المفروض ان تنتج لي ماي وسيوج وفي نفس الوقت تسوي كل شيء. شوفوا وما تستهلك مفروض وايد كهرباء مفروض. زين خلنا نحط لها باركن هني سولر. هي عندها باركنات اعرف، بس تعرفون شو؟
عشان شكل المبنى. هالمرة بحاول اهتم في شكل تقريبا كل مكان، بحاول ان شكل ها كم يعطيني، يعطيني 3 ميجا واط. هذا كم يستهلك؟ لحظة خلنا نشوف كم يستهلك، هذا كم يستهلك؟ أبكيب 240 كيلو واط، يعني باركنات أكثر من كفاية حقهم. ممتازة. حبي يبدأ يبنوا بيوت شوي، مو عليه، نبى بيوت داخلية، نبى على البحر شوي، عندنا مشاريع، نبى نسوي حدايق، نبى يعني نبدأ اللي بديناه قبل، بس شوي خل نكسر هذا، والله ما كسر، نايس. أعطي هذا هني وهذا هني. بحاول أصغر المساحة اللي نستعملها شوي، أعطيهم مساحة أصغر. عندنا شارع كبير يمدينا نحطي عليه مركز شرطة، عليه شيء إذا احتاجنا. كم بيكلفني؟ 1800، والله وايد تكلفته، بس أظني يستاهل، مشروع ناجح يعني. شوفوا إنها تقاطع، ما نبغى أتقاطع، ما بقى. هذا بيخرب لي الزحمة. حط مكان الدكاكين أحسن. أنت بعد تعال، ما بك، خلنا نحط الدكاكين هني. بتسألون وين الصناعية الحين؟ الصناعية جايتنكم يا حبايبي، الحين جايتنكم الصناعية هني. ما نبي نبني على الشارع، ببني هني، ما عندي مشكلة بيوت. زين، أعطانا مال الموارد؟ لا، الحين ما أعطانا مال الموارد، ناتشرال ريسورس ما نقدر نشوفه، لأن نحن نبي نمشي على مجموعة صناعات كبيرة الحين. ترى اللي حصل أن الامتداد الجديد مال سيتي سكاي لاين ضخم، وهذا على فكرة حركة عيبتني. ها شوفوا شي النهر مليبل عجيب، أنا عيبني الصراحة، شي فنان. أنا عيبتني الخريطة اللي استعملناها ذيك اليوم، فقررت أني استعملها. انزين، الحين عندي هذا أهم تول عندي مال الشوارع. انزين، أبو أرفع التول إلى، لحظة خلني بجسر صغير. حلو، نبغى نسوي مجموعة جسور مقابل الجسور هاي، يعني الشارع ما يوقف. حلو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وايد بعد 9، وايد مش شوية. نسوي 9 2 9، لا مش وايد يعني، زين مش وايد ولا شوية. بعدها شوي ولا اسوي سيدة؟ خلنا اسوي سيدة اساس الديزاين ما يخترب. زين، 9 عندنا هني، لين هني لازم يكون شوي جسر اطول عن جسر، ترى عادي اساس حسب المكان اللي هو فيه. هذا انا الحين ما بقطع الشوارع نفسها. 9 لين 9 9، ايوه لين 9. الحين شو الهدف؟ الهدف اني بهني، شوفوا الشارع، حتى الشارع مش لازم يكون سيدة ترى، انا بيكون في امتياز، ولا نخليه سيدة. زين، انا وايد مستعير، في شغله ثانيه لازم احطيها صح. زين، اساسا سكت حاليا الصناعه اللي محتاجينها، بحطي هني عند ماي صناعيه، هذا وين دواماتهم حاليا. ما بفتح الجسر على طول، جسر يوم نحتاج ضغط. اول شيء بفتحه الخريطه الثانيه حق القطار، نبني بقطار. وخاطري اسوي قطار دائري داخل المدينه، يعني اسوي شيء خرافي. من الاخر، من ال... من من, ال... من ابوه من ابوه من ابوه من ابوه. انزين، الحين انا بقى شارع هني ضعيف، احتاج شارع كبير، والله اظني شارع كبير افضل. لو اسوي شارع بالطريقه هاي الى، لحظه سوري، انا مغلط، انا حطيت بروحي، ما عندي فلوس اني اضيع على سوالف. زين، اسوي هني بالطريقة هاي. وإذا بغينا، لحظة، الحين نحطي هذا، شوفوا شارع شوي شكله أنيق، يعني تحسونه شارع جميل، وأقدر أخطف شارع من تحته إذا أسوي حركة ثانية حلوة. يعني في شيء أنا أبغى أسويه. زين، خلنا النيب هذا الطريقة منسقة نوعا ما منسقة. لحظة خلنا نعدل الضرايب 11%. لحين ما فتحنا نسيت، تحسب ان بطلت الضرايب. انزين، اذا السالفة بالطريقة هاي، خلني
أجيب ماي حق هاي المساكين أول شيء. أوكي بترية شوي كاش. أو ما بنترية عادي، بنحط شوي صناعية ما بيضر يعني. انا باختصر يعني ما بمن البدايه. لحظه اسمعوا اسمعوا اسمعوا. اوكي شكرا عصير، اسمحوا لي عاد مبطله هني. انزين انا عسب لان الحلقه يمكن تكون طويله شوي ولا البدايه تكون غثيثه، فانا شو بسوي؟ يمكن اسرع لكم بعض المقاطع في اللعبه هالحلقه اساس
يا جماعة سويت تايم لابس حق كل شيء وأنا كنت بطول الحلقة أكثر، أوكي؟ بس الحين استوى عندنا شارع صناعية، شارع هذا استوت عندنا مدينة، وفرت تعب شغل وايد. بس شوفوا هذا طلع موضوعه كبير وطويل، زين؟ والمشكلة أنا ما بأطول عليكم الحلقة، وبس ما سقعت أسولف وايد، سويت كله تايم لابس أنا عارف. بس 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 شوفوا عندنا مجموعة أنواع. شوفوا الحين طلع النهار ما نشوفهم. أيوة عندنا قمح، عندنا خوخ، زين أقدر أحط بعد زيادة من هاي ترى، يعني هاي منطقة زراعية من الخاطر تستوي. شوفوا إيش كثر فيه سامون. خلنا أسوي مداخل مخارج ثانية. مشكلة المخرج الثالث الحكيم إني أسويه هني، يعني طيب لي هاي واي. زين نجيب هاي واي نحطه هني، اللي خطف من هني 9 أظن بيكون أوكي. 9 إذا حطيت 9 هاي الزعلو، إذا حطيت 10 هم زعلو. هاي اللي أنا أبغى أسويه شو؟ أبغى شيء يمر من هني يروح، يطلعون خلاص يصدرون. شو بسوي؟ أنا بخبركم، طلع الشارع من هني لي لحظة، خلنا نسوي 12 ولا 9 هم هني لهني. أيوة نسوي له انحناء مثل العالم والناس لين هني. أوكي وهذا هني، هذا الخروج، الناس تطلع من صناعي بالطريقة هاي. لحظة خلي أسوي له أبجريد. زين وعندي أبغى أسوي لهم مدخل. مدخل ليش ما أسوي هالشارع 6 شوارع وأسوي هذا مدخل ومخرج؟ شوفوا شارع صناعية، بهدم هذا بنيب الشارع. اوكي انا مش مستعير. استوى ليفل 2، لا هذا مستعير عليه. زين خلوني نسوي شارع صناعية، جسر صناعية كبير. زين نيب من نقطة 12 ولا 9 9 اساس يركب في الشارع الثاني. 9 هذا جسر نخليه مايل شوية. زين لا نسويه هني على الأرض، شارع طويل مش جسر يا أخي. لحظة خلنا نشيل الجسر. أوكي هني لين هني. أوكي وهني بالجسر، نزل الجسر في هذا المكان. أظني هذا غلطة إنه يكون جسر. لحظة هذا من الأفضل إنه يكون بالطريقة هاي، صح؟ هي أحلى جسر صناعي حلو والله شكله، تصدقون؟ بس وايد تحت أحس السيارات قاعد تحك فيه. لحظة بيكون مرتفع شوي بس مو مشكلة، هاي الصناعية أصلا حياتهم شوي كئيبة، مو مشكلة. نزل شوية. اوكي الحين اللي بيدخل من الشارع العام هني لين بيت. خله هني. اوكي للناس في من الشارع العام ارجع شارع
العامة هني خلاص. اوكي هاي اللي فوق يمين، هذا لا ما باي يخليه يصير السيدة، هذا اللي اباي يسوي اخذ تيرن داخل المدينة. انزين عندنا هني نجيب هذا هني لين هني جيج. الناس داشة طالعة الحين، ما بنحتاج اكثر، ما اظن بيكون في الصناعية هني، يمكن حتى الشارع غيره بعدين، بس شكله كيوت حليو يعني الصراحة، ما عاد القلتش اللي هني. انزين الصناعية ترى موضوع جبار، خلنا نحط الكهرباء، عندنا أزمة عالمية في الكهرباء نحن، وعندنا شوارع هني سويناها عدل ترى بصراحة، شوارع اللي هني عدلة للحين، أحس إنهم بيثبتون إنهم شيء ممتاز. إنزين حلو، حطينا كهرباء، عندنا فايض كهرباء الحين صح؟ أيوة، يعني نقدر نمد كيبلات تحت الأرض. أوكي واحد اثنين اوكي. الحين هذا هو الهيد اوفيس مالهم اللي يتحكم في كل شيء. نحن حطينا الحين شو؟ حطينا غنم صح؟ خلينا نجرب نحط شيء ثاني اللي هو نبى نسوي، ترى الموضوع كبيره، كتل شد. اخ هذا العجل هنا يحطونه، لحظه هاي حظيره. اوكي هذا نباه، هذا الستور مالنا، ها بنحتاج ستور اكيد حق سامان ال اصدقائنا شو اسمه. نقدر نسوي كل واحد بروحه ترى بعد بيطلع حلو، بس انا الحين نحاول نستكشف الاكسبانشن مش كثر فيه. هذا في مال الفواكه، مال الفواكه بيكون حلو اذا كان هني، خلى موازي يمكن احط باركنات، احط شيء اثنين اثنين لا. زين هناك عندنا نحنا ردي عندنا خوخ، بنحط برتقال. والله كل وحده غير، شوفوا هاي شكلها محلاها، شوفوا هاي شكلها كيف غير، والله حلوات يعني، حلوات حلوات ترى، مش انها نكتره لا، وايد حلوات وايد حلوات. زين هاي فيهم ازعاج، هي في نويز بلوشن وايد، في بلوشن طبعا لا، نستفيد من موارد مليون مليون. ما اعرف اذا هني بعد اقدر اسوي صناعية، لكن انا اظني هاللي انا قاعد اسويه ما يخصه في المكان اساسا، لان اظني اقدر احط الزراعة هني بعد غير الفارمنج زونينج، بعد اظني غير، اتصور انه غير يعني. لو اي هني خلني احدد هذا، خلي اثبت النظرية، اذا اي احط هني زون زين، واسوي هذا الزون مثلا فارمنج اندستري جنبه، خلني استكشف كيف هذا الزون ممكن يفيد الزون الثاني. اوكي خلي هذا ما نبغى الحين، بنسوي بالطريقة هاي. اوكي نشوف الزون كيف واصل لكل شيء، هي واصل لكل شيء، بس خلنا نكبره شوي، خلنا نكبره هني شوي، خلنا ما نبغى نبني شيء صناعي يستهبل علينا، ما نبغى. اوكي ها شو جودز انليمتد، ليش انا شو حطيت؟ حطيت هذا المفروض يتغير، اهدمه. زين الحين هل هايل راح يعطوني موارد حق هذا؟ ما اظن، لان هذا اصلا بروحه مزارع وتبني من وراه شو مصانع. فالحين نحن عندنا خلينا نحط شيء ثاني، لحظه هذا نبغى نحط فروت غير فروت ثالث اللي هو هذا شو؟ مش جرين هاوس، ابل، ابلز حلوين، جرين هاوس شو ينتج زين؟ ابيض خضراء، نقدر نسوي مناطق كامله من هاي ترى، هاي كلهم تحت اداره مكان واحد اللي هو هذا فقط لا غير. زين وهذا المكان راح ينتج لنا ان شاء الله مزارع للجميع. يا جماعه الخير موضوع المزارع موضوع طويل، زين؟ والسكن في المدينه اعتبر الحين موضوع ثانوي، الناس راح تسكن قريب صناعات ترى. اوكي فانا راح اسوي تجارة مزارع هني. اوكي خلي الناس ما تسكن هالصوب وايد لا. اوكي زين وبنسويها كل شيء، بس اشكالها ترى طر، والله انها طر. زين اللي بسوي ما بقى ناس تسكن هني، بتوهق احس سايلو ما ادري شو خربطان، فبأجل الباقي للحلقة القادمة.
زين، لان هاي الحلقه كانت وايد 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 طويله، ومشكورين على المتابعه، مشكورين على الدعم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.